وقال الحسن: من استتر على طلب العلم بالحياء لبس للجهل سرباله. لبس للجهل سرباله، يعني من استتر عن طلب العلم بالحياء، يعني جعل الحياء له كالساتر بينه وبين العلم والسؤال. لبس للجهل سرباله، يعني أصبح سبحان الله الجهل زي السروال. ولماذا ما قال لبس للجهل رداءه؟ ليش قال سرباله؟ دلالة على ستر إيش؟ ستر العورة. فالعلم بالنسبة لك، الجهل بالنسبة لك كالعورة، فتستر بطلب العلم وليس بترك طلب العلم والسؤال. نعم. فاقطعوا سرابيل الجهل عنكم، فاقطعوا سرابيل الجهل عنكم بدفع الحياء في العلم. عشان تقطع سربال الجهل لابد أنك أنت تترك الحياء في العلم. الحياء خير كله، لكن يذم في طلبك للعلم. إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة شيء إذا رأت الماء؟ قال نعم. الماء قال نعم، عليه الغسل. نعم. فإنه من رق وجهه رق علمه. يا سلام، من رق وجهه حياء وخجلا أصبح علمه أيضا ماذا؟ رقيقا. وجزاك الله خير.